الرئاسية القادمة اعتبارا من 2024 حتى 2030. والحقيقة يمكن طبعا مصدر سعادة آخر الحقيقة ان احنا النهاردة موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني ان انا بمارس حق الانتخابي من اللجنة، احد اللجان اللي موجودة في العاصمة الإدارية. ويمكن بس عشان نبقى كلنا حاسين بهذا الإنجاز العظيم اللي عملته أيادي مصرية، إن هذا المكان منذ 6 سنوات لم يكن أكثر من خرائط، وكنا لسه بنبدأ بدايات وضع أول يعني خطوات تنفيذية في تنفيذ هذا المشروع الحلم لمصر كلها. النهاردة الحمد لله بقى أمر واقع، حضراتكم موجودين في قلب أحد الأحياء السكنية، واللجنة اللي موجودة، وخلفنا الحمد لله أعداد مئات، ويعني مش عايز أقول آلاف من المصريين بيمارسوا حقوقهم الانتخابي من خلال هذه اللجنة. هو ده عنوان مصر. إذا كنا بنتكلم على مصر المستقبل، إن إزاي إن إحنا كلنا بنبني لولادنا والأحفادنا تاريخ كبير جديد بنسطره بأيدينا وبجهدنا في هذا الشأن. أنا عايز عشان ما أطولش على حكم طبعا، أولا أن أنا أوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، أنها الحقيقة كل الإجراءات ميسرة، وفكرة عمل لجان للوافدين علشان تساعد أيضا اللي موجودين برة أماكن إقامتهم إن هم يمارسوا حقهم الدستوري، والحمد لله الإجراءات ميسرة، وعلى مدار يعني 12 ساعة بالكامل بيتم فيها يعني ممارسة الأعمال. وبالتالي كل القضاة والمستشارين لهم كل الشكر، لأن احنا يمكن كان يعني الحرص الشديد إن تتم في هذا التوقيت عشان يكون هناك إشراف قضائي كامل على عملية الانتخاب. فالحمد لله كل الأمور، وإن شاء الله تكمل بخير بإذن الله لليومين القادمين بإذن الله. شكرا. حضرتك تحب توجه للشعب المصري كلمة النهاردة؟ يعني أنا كل اللي بحابب إن أنا أوجه بيه الرسالة للشعب المصري هو إن احنا لازم نمارس حقنا الانتخابي وبصورة إيجابية وبصورة جدية. الموضوع لازم ان احنا يعني كمصريين نعبر على ان هذا الشعب حريص على ممارسة هذا الحق الدستوري اللي كفلوا لينا الدستور، وكل ما بنشارك بإيجابية كل ما بننقل صورة حضارية لهذه الدولة للعالم كله ولينا احنا نفسنا، ان احنا نثبت لنفسنا ان احنا بنمارس هذا الحق الدستوري المهم جدا. شكرا شكرا جزيلا.